هذا البرنامج برعاية بيبسي. صح؟ ويا اللي قاعد على شو اسمه على الحيط اكيد انت صرصور. ويقول المثل اللي قاعد مع عزوز بينطوش. ويقول المثل اللي قاعد مع عزوز ما انت مجبور تسمع. ويقول المثل اللي مو عاجبه حكي عزوز يصطفل. ويقول المثل اللي مو عاجبه حكي عزوز فخار يكسر بعضه. ويقول المثل اللي مو عاجبه كلام عزوز يقول له انطمي. اي لاف يو. هذا اللاف يو عندهم براد ابو اربعه زي براد الشاي. اي لاف يو. يا اخي شفلنا الببغاء حقك من يوم ما جاب بيبسي داون ما سمعتني فيه ابدا. ما بقولش اي لاف يو ايزلي الناس فور يور سبيشال. فور يور سبيشال لحالك. ما تقولي ليش بصبعك كده. مش انت اللي بتهدديني. فوقي. انطمي. لا انطمي لك انت بس. حبيبتي قلبي. هذه اي هيت يو. اي هيت يو. امقتك. ايش معناها بالانجليزي؟ امقتك. I loathe you. I loathe you. Too much. I detest you. مين؟ I detest you. تيست التذوق. يعني ايش قالوا لك هندي انا عن. طب اسمعي في عندنا حاجة لغز. في عندنا فيل. فيل. فيل الفاين الفاين فيل الفاين الفاين اسمه الفاين او فيك تقولي تاني ما علينا. المهم فيل على سجادة شو تسموها كاربت. أيوة. سجادة. ايوه عاوزين ناخذ الكاربت كاربت من تحت الفيل من غير ما يحس. ازاي تيكل هيم هيحس. هيروح فوق كذا وتلاحظه هيحس. انا مش عاوز يحس. عن جد هلا نبغى السجاده من تحت الفيل بس ما نبغى يحس. مش عارفه. وانا الفهلويه اللي القطها وهي طايره وانا طلعت خرطي ما عندك سالفه. يلا يا ابو هذا نصاب قلت 60 مره في الغرفه وعارفه بس لان لارا لان لارا قالت ما بعرف قال ما بعرف نصاب. ايوه ما فيش كاربت نبغى ناخذها من تحت الفيل بس من غير ما يحس. ازاي انا اسال ازاي انت تقاوبي بس. فيك تسعيني بميشو ما عندك مشكله. يلا يلا بكيف. وش يلا يلا قدك انا تقولي لي يلا يلا. طب كيف من جد بنشتو؟ قلي طبعا انا راح اسوي نفسي اني محمد باش ما يعرف عن جد مع انه يعرف بس لانك انت قلتي هو سوى نفسه بعد انه بريء وقال انا ما بعرف. عادي نستنى بس يروح ناخذ الكارب. ثانك يو. طب لحظه انتم يمكن تعرفوا هذا لا تتدخلوا الا اذا ما كنت تعرف تتدخل. عندنا زرافه. زرافه زرافة. عارفة زرافة أنا محمد سراك. حبيبي أبو حميد عاوزين نحطها في ثلاجة على ثلاث مراحل. إزاي ثلاث مراحل؟ إزاي ثلاث خطوات عاوزين نحط الزرافة في البراد. عرفتوا تشيل ال separator ما بين الفريج وال freezer وتحط جوا. أشيل مين؟ تفتح البراد بتحطها بتشيل الفاصل اللي بيفصل بين البراد. ما قلنا إذا تعرفوا لا تحكوا. ما بعرفها. طب خلص أنا موجه لارا لأنك عرفتي. هيك هي بس. أيوة خلص لو سمحتي. لارا بي سمبل يعني. بي ستيوبد. بي ستيوبد. إيش؟ كيف بتحطي شيء بالبراد؟ شو بتعملي؟ افتح يا. بس؟ برافو بعد ما استعنتي طبعا بصديق. ما علينا في واحدة ثانية. عندنا فيل عاوزين نحطه في البراد على اربع خطوات. ازاي تفتح تشيله. ايوه تشيل الزرافه. ايوه ابتدت تشغل مخها. شكرا يا باش. شكرا شكرا على المداخله. شكرا. بتحطه جوا. ايوه وتقفل عليه. اربع. طيب وتمشي وتموت عزوز عشان تقل دمه. يعني اخبطها في القزازه بس حرام. خبرها بعد وحده اذا ما حذرتها طقها. طقها واكسر مخها. طقها والله اطقك اطقك طق.
تحسين حبيبي. لازم اخويا اسمه تحسين معنا في الدوام دائما اضحك عليه. حبيبي ابو مصطفى. ابو مصطفى اسمه ولد هو ولا الوالد؟ حصل الواحد عم بيوصل صار اسماء عالم كثير. كيف؟ في كثير اسماء عالم راحت من راسه. والله براسك كبر. كان كنت اضحك عليه ما يقول تمر يقول طمر. تعرف التمر؟ العجوه هذا اللي يقول تمر. اي شيء ما بتستخدميه. ما يقول سرى. ترى لا. I remember all my friends' names. I get them in the فئات. رفقات يعني العالم. Everyone. واستأنس عليك أكثر شيء لما نجي مثلا نقول له كلام خليجي يعني. أقول له إيش يا أخي راح أنت خشتك. إحنا لما نقول خشتك يعني نقصد وجهك. راح أنت خشتك. يعني راح أنت وجهك يا شيخ مسوي حالك فاهم ومنتهبل زي كذا. هو يبغى يسوي ذاك. أنا قلت مين؟ قلت إيش دسني؟ قال لا تقولوا أنت ده. طيب في واحدة في الشارع موقفة مع واحد. واحدة في الشارع واقفة مع واحد. سألوها والناس يا لما تسأل سألوها مين ده؟ خالي ابني. ما بعرف. شو حزورة؟ علمتك إياها؟ قلت لك الجواب الانسر ولا افتكر؟ خلاص معناتها ثانيه لا انت تعرفيها. واحده في الشارع هي وواحد سالوها قالوا لها مين هذا؟ قالت لهم مالكم ومالي اخو زوجتي يصير خالي فمين اللي معاه؟ عرفتيها؟ اخو زوجي زوجته يصير خالي. انت حكيتي ما في يعني مالي خل انه اشغل مخي عن جد. بس بعد ما عرفتها. اخو زوجته اخو مرته يصير خالي. قالت لهم مالكم ومالي اخو مرته يصير خالي. اثبتت لي انها ساقطه في الرياضيات. بلشي فيها المقلوب. بلشي مع خالي ورجع فيها بالعكس. خالي يبقى اخو. مراته. ومراته يبقى he's her مراته تبقى أمك وهو يبقى أبوك. صح ولا لا؟ إزاي؟ لما تكون هي موقفة مع واحد في الشارع يسألوها يقولوا لها مين اللي موقف معاك؟ يقول لنا مالكم ومالي أخو زوجته اللي هي واقفة معاه أخو زوجته. أوكي يصير خالها. يعني الزلمة مرته أمك مرته أخوها لمرته تكون خالة. معناته مرته هي امك وهو ابوك. تكتبيه وهو يكتب وهو يكتب وكل واحد يبلش يحل. شو ماله قرب حمامه؟ طبعا لما تكون في غايه السعاده تلقيها قايله هي لارا. اي لما تكون في غايه السعاده زي كذا قمه السعاده وباشا يكون قاعد جنبها ويسبل لها. لا او يسوي حاله ثقيل. اسوء يسوي حاله ثقيل. ايوه كمان وهي حرام. بعدين شعرها غريب يعني مو جاي في النص جاي على زاويه من هناك غريبه. مش بحطها. ايه مش بحطها. مش بتعرفي؟ مش بحال. لا مش بتعرفي. مش بتعرفي. يلا اثبتي لي. لا فرجينا عن جد عن النص كيف. انا ولا مره شايفه. ما هو النص ما حلو؟ It's not that. I don't like to. إذا حطت عن نص تطلع هذيك نقول ورا الفيلم هذاك حق السيركل ما أدري شو اسمه. لا كذا زي الفيلم. لا مو زي كذا بس يكون في النص وتنزلي على وشك. إيه مظبوط. The Grudge. The Grudge. لا The Ring بتطلع بال The Ring لما يشوف الفيلم. غريبة ذاك الفيلم. أيوة. The Grudge. الجزء الثاني اسمه؟ لا. اللي فيه بافي. في فيلم اسمه The Grudge. في The Ring. اللي فيه بافي. شو فيه؟ بافي ذا فامباير سلاير. اللي مثلت بافي. هي سارة جيسيكا باركر. بس الفيلم ذا رينج هذا اللي تطلع من التلفزيون. لا مش سارة جيسيكا باركر. وات ذا هيل؟ نو سارة. سارة 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 سمثينج. سارة كورنر او بلنتي. لا كرول. سارة ميشيل جيلر. ايوه
سارة ميشيل جيلر. سارة مسيل الدموع. أيوة هو. سارة مسيل الدموع. ها سارة إيه؟ ميشيل جيلر. أيوة سارة ميشيل جيلر. سارة ميشيل جيلر. لا بس الفيلم الثاني حق شريط الفيديو. The Ring. الأم. الأم وولدها. The Ring. هذا The Ring. جد ما تجنن الأم هذا. من جد هذيك مرة مرة. جمل جمل. بس لما يبدأ من هذا يطلع من التلفزيون هذيك. هذا من جد تمثيل يبغى هذا اللي يبغاه مشي الجبر. زي شو اسمه ذاك اللي مع Lord of the Rings مستر فرودو. سميغل زاري انا اقول انا شايفك فين انا انت مش انتي لا 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 معقول او ماي جاد او ماي جاد يا محاسن الصدف زين هي الجنيه او ماي جاد خصوص البناطيل عرب الأزياء والكنادر وبعدين وبعدين البنطلون البنطلون هذا مبينك ضعيفة مو زي الأسود اللي تلبسيه أحس إنك بس السكربينة مش لابة ليه أسود الأسود بيلف ولا حاجة شفت لازم تمسكي تحددي موقفك يعني خلاص أعمل بيه معنا شو هذا يا وهذا اللي كمان جاي مع ال لا الأي تي نادي مشارك هيك اللي انت عملتيه ولا عملك اياه تحت انا عملته يلا هيك ها هلا خرجت تمشي بحصة ميشيل جبر ايه هلا خرجت تمشي انت ميشيل تحت ميشيل ازي تحت بالكلاس ببغى هذا غريب صار يطلع اصوات كنك في الادغال ايه انا اقول انا اقول ميشيل ازي لا ارادي انا وبس وبس مشو يكون قاعد ايه نو مايك طب تيز الكنترول هاي اللبسه ما بدها مايك ما اعتذر منكم اعتذر لينو هاي اللبسه ما بدون مايك باش وبس يكون بس يكون قاعد مشو بتعمل تانية هيك اول مره جربت اول مره بصير معي اول مره هي هي انت هي نقول مشو اول كلمه لا انا not عليك I realize and you said لا يقولون يقولون شو اسمه لما كنت ميشو هي she's like man ميشو and she looked at Tanya no any I didn't do anything لا لا ما بعرف شو كنت عم فكر شو تقولي انت يا ابن حلول صار لك ساعه ما اشر علي شو الموضوع حياتي ايه ايش لا لارا ما عم تنامي بي his bed اللي عملت له اياه انا he doesn't sleep in it I tried he keeps coming out of it شهان النوم سيبو نحن نطالب أي شركة إنتاج تسوي لنا فيلم اسمه فريندز فريندز أوف ذا ويك بس فاشلين التمثيل نحن نطلع مسخرة يعني. لا يعني ينتقوا ينتقوا ذا بيست أوف بيست لا إذا هيك هتبقى ناتشرال إذا هيك يعني أيوة ناتشرال على طبيعتنا الغبية إيه ممكن حلوة تطلع تخيلوا عم نمثل هيك قاعدين نحن هذه نفس حركات ريتشل زي كذا انت ذكي دائما انا عم شغال عندي شغال عندي انا كثير بحبها